يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، اسكندرية 32-24، مطروح 31-24، بورسعيد 32-27، إسماعيلية 36-24. بالنسبة لمحافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 36 والصغرى 25، العريش 33-24، طابة 33-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 39-29، الأقصر 43-29، وأسوان 43-29، الوادي الجديد 42-28، حلايب 35-30، وأخيرا شلاتين 39-31. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عددين من العواصم والمدن العربية والعالمية.